لم تأتي أمة من الأمم السابقة بعبقرية تضاهي الزخرف الإسلامي، هو ما قاله جاستون في كتابه الفن الإسلامي. إذا نحن هنا متواجدون بمحل عم ناصر بحي تيلمري، المحل الذي يعنى بكل ما يخص النحاس من مسح وتركيب وجلب للقطع القديمة ومسحها وتبريقها لتصبح هكذا. أرجو أن تستمتعوا بهذه الجولة. صناعة النحاس من أهم الصناعات التقليدية الموجودة في الجزائر منذ العصور الوسطى، والتي تتطلب مهارة عالية وذوقا رفيعا لصناعة أجمل الديكورات والتحف لمحاكاة التاريخ والثقافة، كما تعتبر دعامة اقتصادية من شأنها تقديم الإضافة للناتج المحلي عبر بيع المنتجات الحرفية للسياح وحتى في الأسواق العالمية. À l'âge de 16 ans, حكمت الحال. J'ai reçu toutes les appellations du patrimoine من عند le papa. ربي يرحمه، الله يرحم المرحومين، كل جزائري وجزائرية. وقريت عن النحاس القديم، وكل قطعة من النحاس لها تاريخ عند الجزائريين. ويعتبر النقش على النحاس الذي يروي حكايات الماضي والحاضر من بين أحد الفنون التي ما زالت تحتفظ ببريقها الخاص رغم طغيان أدوات الاستخدام اليومي المعدنية، ولا يزال لمنتجات النحاس المزخرفة بالنقوش عشاقها، كما تجذب السياح الأجانب الذين يحبون اقتناء التحف والقطع التذكارية. هذا باللغة العربية يسموه المد النبوي، بالجزائري يسموه المدنبي، وبالقبائلي يسموه أمدنبي. يعني هذا المكيال برواية، رواية صارت صح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكير شعير بكفيه. يعني هذا سيتي ليكيفالون دي دوما دو نوت بروفيت صلى الله عليه وسلم. دونك ا شاك فوا طريقي من هنايا، دونك جو فوا شاك فوا جو كونستا جو روغارد جادور باسكو يل مي اون ايفيدونس هاد النحاس تاعو بلي لوميير وكامل اي سا اتير. دونك واحد ا شاك فوا يل انفي دو بوزي دي كيستيون كوم جو سي جيتي دو باساج. قلت اتون ندخل نسقسي نشوف واش عنده واش ما عندوش، واش يتباع، واسكو سي دي بيس دو كوليكسيون ولا سي دي بيس افون. ايفيكتيفمون سي افون. هذه الحرفة التي تعد جزءا من الهوية الجزائرية ما تزال تحافظ وتقاوم بشدة للبقاء في ظل الصعوبات والمتغيرات التي تطرأ عليها، حرفة توارثها أجيال من الحرفيين وأصبحت تعاني الآن من مشاكل عدة كارتفاع سعر المواد الأولية الخام والذي يسرع من اندثار هذه الحرفة التقليدية. أبا بشيخك الراغة من دين أو رغم يبغى سيدي ربي، والناس زمان يقولوا في صنعة بوك لا يغلبوك، أش من الحرقة والحريقة والحلقة حلقي باب قلوبهم بيك يا دزاير، يا دزاير ناس ناسك فيهم النية ودموعهم وديان عليك.